فإن والدها لم يصلي صلاة متواصلة، بل كان يقطع في الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، ثم إنه مرض مرضا شديدا في آخر حياته ولا يدرون كيف يكون تصرفهم معه، جزاكم الله خيرا، إذ أنه لا يستطيع أن يصلي وهو في غيبوبة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا شك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فمن تركها متعمدا فإنه يخرج من دين الإسلام، إلا أن يتوب إلى الله ويحافظ على صلاته. فإذا كان والدكم الذي سألتم عنه يترك الصلاة متعمدا وهو وافر العقل، فإنه يعتبر غير مسلم، لكن إن تاب إلى الله، إن كان حصلت منه توبة إلى الله قبل أن يموت، فإن الله يتوب على من تاب. أما إذا كان مستمرا على حاله لا يحافظ على الصلوات ويضيعها، سواء كان يضيعها كلها أو كان يضيع بعضها، يصلي مرة ويترك أخرى وهكذا، فإنه يعتبر غير مسلم ويعامل معاملة غير المسلمين. نعم.